المخاطر التي يعانيها القطاع المصرفي في العراق الناتجه عن التوترات الامنيه والصراعات السياسيه وسوء اداره موارد البلد ومقدراته اثرت سلبا على مستقبل البلاد هكذا اكدت مؤسسه فيتش الدوليه للتصنيفات الانتمائيه في تصنيفها لمخاطر التخلف عن سداد الدين بالعمله الاجنبيه في الاجل الطويل حيث ابقت فيه العراق عند مستوى باء سالب وهو ما يعني تعاظم المخاطر المحدقه بالبلد فيتش قالت في تصنيفها ان المخاطر السياسيه وتخلف القطاع المصرفي وانعدام الامن لا تعكس فقط عدم الاستقرار السياسي بل ايضا تفشي الفساد وعدم فاعليه الحكومه وضعف مؤسساتها. الاقتصاد العراقي بقطاعاته المختلفه يواجه مخاطر كبيره رغم ان البلاد تعتبر ثاني اكبر مصدر للنفط في منظمه البلدان المصدره للبترول اوبك. البنك المركزي العراقي كشف عن انفاق الحكومات المتعاقبه منذ العام 2003 اكثر من 700 مليار دولار دون ان يحصل اي تحسن في الخدمات مؤكدا انه ومنذ العام 2003 وحتى الان شهدت الموازنات العامه في العراق ارقاما عاليه دون معرفه ابواب انفاقها. ولكن اعتماد الحكومات على ايرادات بيع النفط لتمويل ما يصل الى نحو 90% من نفقات الدوله اظهر قصورا في الجوانب الاخرى وخاصه الجانب الاقتصادي بجميع قطاعاته مؤسسه فيتش الدولية قالت في تصنيفها إن الحكومة في بغداد ستكسب عائدات نفطية أكبر بكثير مما كانت تفترضه في ميزانية 2018 وهو من المفترض أن يؤهلها إلى تقليص مديونياتها هكذا تفاءلت مؤسسه فيتش فهل يتفق العراقيون مع ذلك ام ان الواقع سيفرض عليهم امورا اكثر من مجرد التظاهر والاحتجاج من اجل الضغط لتحقيق مطالبهم